عليكم ومرحبا بكم. غادي نشوفوا اليوم جوج ديال الشيوات. حنا غادي نحضروا شوربه ديال الخضار، غادي نسموها بالقمرون او غادي نرفقوها بالقمرون، ومن بعد غادي نشوفوا بريوات او الاصابع غادي نعمروهم بقطع ديال شرائح الحوت او السمك الابيض مع شويه ديال الفكاع الاسود، وكذلك غادي نخلطوهم بصلصه ديال البيشاميل. بالنسبه للمقادير ديال الشوربه، فحنا غادي نحتاجوا بطبيعه الحال القمرون. عندنا تقريبا 200 غرام ديال القمرون، كنقشروها تنخليو الهبره وكنستعملو كنحتفظو بداك الريوس مع داك القشرة وكذلك الديل ديال القمرون. غادي ناخدوهم وغادي نسلقوهم مزيان واحد تقريبا 21 دقيقة، وغادي نحتفظو بداك الماء ديالهم هو اللي غادي نحضرو به الشوربة. بالنسبة للمقادير الأخرى أولا الخضرة اللي غادي نستعملو، عندنا خيزو مقطع هكذا مربعات صغار، عندنا القرعة حمراء حتى هي مقطعة مربعات صغار، تقريبا هنا ما بين 150 حتى 200 غرام من كل حاجة. عندنا هنايا البطاطا حتى هي مقطعينها مربعات صغار، حسمة ديال القزبر صغيرة، واحد العريق ديال سكينجبير يابس، شوية ديال الملحة، كاين عندنا زيت الزيتون، شوية ديال الشو أولا ديال الكرم مقطعين هكذا رقاق على شكل جوليان، وعندنا هنايا جوج ديال الحبات ديال البرو حتى هما مقطعين رقاق. بالنسبة للبريوات ديال الحوت، فحنا بطبيعة الحال غادي نحتاجو القطع ديال الحوت، كتكون الهبرة ديالو بيضاء باش غادي نستعملوه في البريوات. غادي نحتاجو الجبن محكوك، البصلة مشلضة، الفقاع اولا هذا الشامبينيون الاسود اللي كيكون يابس كناخذوه وتنرقدوه حتى كيتنفخ، وملي كيتنفخ تنقطعوه هكذا طريفات صغار. عندنا شويه ديال القزبر طري مقطع، الملحه، البزار، زيت المائده، وهنا عندنا صلصه ديال البيشاميل تكون شي شويه ثقيله. بالنسبه لطريقه التحضير ديال هذا البريوات، فحنا غادي نشوفوه بعد ما غادي نعملوا هذا الريوس، لانهم غادي ياخذوا لنا شويه ديال الوقت، قلنا خاصنا نتسناو عليهم حتى يطلقوا داك البنه اللي فيهم. حنا نعرفوا ان الريوس ديال هذا ديال القمرون فيهم واحد البنه كتعطي واحد اللذه ممتازه لهذا للشربات، فكناخذوهم كنديروهم هنايا في الكسرونه فيها الماء، فيها واحد العويدات ديال اولا عريشات ديال الزعتره، حبه ديال البصله صغيره، واحد الوريقه ديال سيدنا موسى، غادي نغطيو عليها ونخليوها حتى تغلى مزيان، من بعد غادي نصفيوها. غادي نرجعوا دابا باش غادي نوجدوا داك المقادير اللي غادي نعمروا بهم البريوات. فغادي نديروا داك البصله هي الاولى غادي تحمر، شويه ديال الزيت تقريبا واحد جوج المعالق ديال الزيت. هنا بالنسبه للسمك الهبره ديال الحوت البيض، انا اختاريت استعملت لالوت، كيمكن لينا نديرو الفرخ او لا اي حوت اللي الهبره ديالته بيضه. الا ما كانش كاع الحوت البيض كيمكن لينا نديرو القمرون في بلاصتو، لان حتى القمرون يمكن له يمشي مع هذا الوصفه او لا مع هاد الطريقه هادي. فغادي نتسناو على البصله حتى تحمر مزيان باش نربحوا الوقت علين ما طاحت ونزلات، عاد باش غادي نضيفوا عليها هاد الشرائح ديال الحوت. فهنا بالنسبه للبصله نتسناو عليها حتى تنزل مزيان، ما تبقاش هكذاك قاصحه، لانها من بعد غادي غير تقلى في هذا في الزيت مع البريوات، وما تكونش ما خاصهاش تجي تغزز، فكنتسناو عليها حتى تنزل، وكنضيفوا عليها داك الطروفه ديال الحوت. ديما العافيه هكذا تكون مجهده على الطروفه ديال الحوت باش ما يتحرقوش، نعملوا لهم شويه ديال البزار والملحه. بالنسبه للقزبر حنا غادي نديرو حتى التالي باش كتبقى داك البنه ديالو هكذاك مجهده، نبقاو نحسو بها. بالنسبه لهاد البريوات هادو حنا غادي نعمروهم بريوات، كيمكن لينا نديرو هاد العمارة هادي على شكل مورقات او لا نديرو على شكل بسيطات، نتوما تيبقى لكم الاختيار. بالنسبة لهاد المرق اللي عندنا هنايا ديال الريوس ديال القمرون، فحنا كنتسناو عليه كيف ما قلنا 21 دقيقة. انا باش غادي نربح الوقت غادي نصفيه الان باش غادي نكملو التحضير ديال الشوربة. بالنسبة لهاد الشوربة هادي حنا كيمكن لينا نقدموها هكذا على شكل نخليو الخضرة صحيحة كيف ما كيمكن لينا تماما، ندوزوها في الطحانة وتجيب بحال الصوبه، فكنصفيو الريوس ديال القمرون من داك الماء ديالو. وبالنسبه للشيء الاخر فغادي نرميو جميع المقادير، غادي نديروهم في هذا الماء هذا بحسب الكميه ديال الماء اللي عندنا. هنا درنا البرو، نديرو لي شو، هادو كلهم خضار كتمشي مع المذاق ديال الكروفيت. حنا كنعرفوا ان حنا هنا في المغرب عزيز علينا بزاف داك لي شو لي سوب، عفوا هي علاش لا، عزيزين علينا لي سوب ازياتيك، وكنعرفوا ان لي سوب ازياتيك يكون فيهم لي شو، يكونوا فيهم كذلك يا اما القمرون او لا كيكون فيهم الحوت، كيف ما كيمكن لهم يكونوا غير بالدجاج.
درنا هنايا شويه ديال القرعه، درنا البطاطا وخيزو. بطبيعه الحال انا قلت لكم على حسب الكميه ديال الماء اللي عندنا. ودابا درنا خيزو، غادي نديرو داك الحزمه ديال القزبر ونديرو داك العريق ديال السكينجبير. غادي نعملو الملحه، اما بالنسبه لذاك لي كروفيت فلي كروفيت كنضيفهم حتى التالي، كنرميوهم مع هذا، كنرميوهم مع هاد الصوبه. بالنسبه لزيت الزيتون فحتى هي كنضيفوها حتى التاليه فقط باش نسمو، هي تبقى اختياريه. الا بغينا نعملوها كنديروها، ما بغيناش هيك فكما كان ما كنستعملوها شاي. كيف ما قلت كنخليو هاد الخضره هذه حتى غادي تطيب تقريبا واحد 15 حتى 20 دقيقه. من بعد عندنا الاختيار، اما كنضيفوا ليها هاد القمرون هذا بحال هكذاك، كنعملوا واحد 5 ديال الدقائق حتى كيطيب وكيطلق حتى هو داك البنه ديالو مع هذا مع ديك الخضر. واما كناخذوا هذه الخضر كنطحنوها على شكل صبه، بعد ما كتطحن كناخذوا القمرون كنسوطيوه في واحد المقيله وكنضيفوه على داك الصبه، لانها هي منسمه بالمذاق ديال الريوس ديال الكروفيت من قبل. هنايا هاد الطروفه ديال الحوت كيكونوا وجدوا طابو، غادي نضيفوا عليهم هذوك لي شامبينيون اللي حنا مقطعين طريفات صغار بعد ما رطبناهم، وشويه ديال الصلصه ديال البيشاميل. كنعرفوا جميع كيفاش كتوجد، غير وكان كتكون فيها واحد النسبه ديال الدقيق عاليه باش كتكون شويه خاطره، لانها غادي تقطع لينا الورقه الا خليناها تكون جاريه ما غاديش تجينا نجمعوها في الورقه. فبالتالي كنديروا تقريبا واحد جوج ديال المعالق كبار. حنا عندنا ميزاننا دائما على حسب الكميه اللي عندنا ديال العماره، هذا فقط باش ما تجيناش ديك العماره يابسه اولا ناشفه. فغادي نزولوها من فوق من العافيه، غادي نخليوها حتى تبرد، غادي نضيفوا عليها شويه ديال الفرماج محكوك ونضيفوا عليها هذا القزبر اللي بقى لينا هنايا طري، وغادي ندوزو باش نجمعوا داك البريوات. هنا ملي كتبرد داك العمار كنبداو نعمرو البريوات، كنديروا منهم شي شويه من ديال العماره وكنديروا لها شويه ديال الجبن محكوك. وتلصقوا هنايا بشويه ديال العجينه ولا بشويه ديال البياض البيض. كيمكن لينا الا كنا حتى حنا غادي ندخلوهم للفران نزلوهم على داك الجهه اللي هي غادي كنثبتوا على الجهه اللي طوينه. من بعد غادي ندهنوها بشويه ديال الزبده مذوبه اولا ندهنوها بشي شويه ديال الزيت، وغادي ندخلوها للفران تسخن على درجه حراره متوسطه حتى كيتحمروا كيطيبوا كيتحمروا كنخرجوهم. بطبيعه الحال اللي بغى يقليهم كيمكن له يقليهم. حنا هنا مشينا على شي حاجه خفيفه، يعني واخا درنا داك شويه ديال لابيشاميل ما كاينش يعني بزاف ديال الليدام. ديما هذاك القزبر اللي قلنا كنديرو في التالي كيخلي داك النسمه ديالو داك الطيبه ديالو كتجي شي شويه مجهده كتجي مزيانه. هنا غادي نرجعو لذاك لا سوب ديال الخضره، فقلنا كنتسناو على واحد 15 حتى 20 دقيقه حتى كتكون داك الخضره طابت غير بشويه فوق من العافيه مهيله. مجرد ما كنبغيو نزولها من فوق من العافيه كيف ما قلنا، اما كنطحنوها عاد كنضيفوا لها لي كروفيت اولا بحال هكذا الوقيته اللي كنبغيو نزولها من فوق من العافيه كنضيفوا ليها شويه ديال القمرون، كنخليهم واحد 5 ديال الدقائق هكذاك تقريبا عاد باش كنزولوها. كنزلو بطبيعه الحال هاد الشوربه هادي مع شويه ديال الصلصه ديال السوجا، كتقدم معها هكذا في الطبله كتكب معها، وكنقدموا معها كذلك شي شويه ديال القزبر هكذا مقطع طري باش اللي بغا كيعمل الصلصه ديال السوجا وكيدير شي شويه ديال القزبر مقطع. معنا بعد ما كطيب الشوربه قلنا انها كنديروا لها شويه ديال القزبر وكنقدموها مع شويه ديال صلصه السوجا
هكذا كنقدموها بحال هكا حتى للتالي هذا باش كنصبوها عليها كيف ما كيمكن لنا تماما نطحنوها كنزوقوها بشي شويه ديال السيبولات وكنتناولوها سخونه بصحه الراحه كنرافقوها بهاد البريوات هادو بعد ما كيطيبوا كيتحمروا حتى هما كنخرجوهم وكنقدموهم سخان هكذا كنكون وصلنا لنهايه الحلقه كنتمنى ان الاقتراحات ديال اليوم تكون نالت اعجابكم ونتلاقاو غدا باذن الله الى اللقاء